أهلا بكم إلى أنا الشاهد، البرنامج مخصص لما تريدون أنتم الحديث عنه عبر مواضيعكم وتقاريركم. اليوم سوف نذهب من هنا من بريطانيا إلى الجزائر ثم مصر، فلننطلق. في حلقة هذا الأسبوع نبدأ من هنا من المملكة المتحدة لنتحدث عن اللحم الحلال. وبلوغ سن التقاعد قد يكون النهاية للبعض لكنه البداية لكثيرين. والرقية الشرعية كوسيلة لعلاج الأمراض، هل تؤمنون بها؟ فيلم الملحد رحلة من الإيمان إلى الإلحاد. ما يشغل بال كثير من المسلمين الذين يذهبون للإقامة في دول ذات أغلبية غير مسلمة وجود الأطعمة التي تتناسب مع متطلبات دينهم كاللحوم الحلال والطعام الخالي من منتجات الخنزير أو الكحول، لكن ما يفاجئ كثيرين في الواقع أن اللحم الحلال بشكل خاص موجود بكثرة، وكأن بائعي هذه اللحوم موجودون في كل مكان، حتى في مدينة صغيرة كبريستول هنا في بريطانيا. من هناك يوسف عبد الله أرسل هذا التقرير. السلام عليكم متابعي برنامج أنا الشاهد على شاشة بي بي سي عربية. أنا يوسف عبد الله أحييكم من هنا من مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا، وأدعوكم إلى متابعة هذا التقرير الذي سنتحدث فيه عن مدى الرضا في أواسط الجاليات المسلمة هنا في بريستول لتوفر المنتجات الحلال بكل أنواعها. وسوف يكون حديثنا عن اللحوم، فتفضلوا معنا. بريستول هي مدينة ومقاطعة إنجليزية تقع في جنوب غرب إنجلترا. تعتبر بريستول أحد أهم مراكز الثقافة، العمل، الاقتصاد والتعليم في إنجلترا. منذ بدايتها اشتهرت بريستول بالثراء، وارتبط ثراؤها بميناء بريستول التجاري الذي كان موجودا في مركز المدينة وتم نقله إلى قناة بريستول. هنا في بريستول تعيش العديد من الجاليات المسلمة، ومع اختلاف اللغات نجدهم يتفقون على اتباع التعاليم الإسلامية. كان في الماضي القريب المسلمون الذين يختارون الدول الغربية مكانا للعيش لهم ولأسرهم يعانون من بعض المشاكل الطفيفة، وخاصة في الحصول على المنتجات الحلال أو التي لا تدخل في مكوناتها مشتقات من دهون الخنزير أو الكحول. ونجد الجاليات المسلمة التي تعيش الآن هنا في بريستول راضية تمام الرضا إلى ما صار إليه الحال من وفرة وسهولة الحصول على المنتجات الحلال لكل أنواعها، ولا سيما سيد المائدة كما يقولون اللحم. قمنا بمرافقة السيدة ميساء ومنال في رحلة تسوق تعودنا أن يقمنا بها كل أسبوع لشراء مستلزمات المنزل، وكانت محطتنا الأولى عند محل لبيع اللحوم. فما إن وصلنا المحل رحبت بنا الكلمة التي باتت شهيرة جدا في المملكة المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، كلمة حلال. السلام عليكم، أنا ميساء من سكان بريستول، لي حوالي 4.5 سنين عايشة في بريستول. نحن بنضحي في عيد الأضحى وما بنواجه أي صعوبات في اللحم الحلال، وبنكون واثقين جدا إنها هي مذبوحة ذبح حلال. بس الصعوبات اللي بنواجهها نحن إنه هي بنعمل الأوردر قبل كم يوم من عيد الأضحى، وإنه بعد الأوردر بتجينا حوالي الساعة 6-7 مساء، يعني بعد ما الاحتفال ينتهي. بعد أن قمنا بشراء اللحوم توجهنا إلى منزل السيدة منال وسألناها عن مدة إقامتها في بريطانيا وهل واجهتها أي صعوبات في الحصول على اللحوم الحلال من قبل؟ أنا منال، عايشة في مدينة بريستول، لي حوالي 1 سنة و5 شهور هنا. أول ما جيت جديدة هنا وكنت خايفة في مشكلة إنه ما تكون متوفرة اللحم الحلال هنا في البلد دي. بس فعلاً أول ما جيت جديدة ما كنت عارفة، لكن اتعرفت على بعض الأشخاص هنا وروني الأماكن اللي فيها اللحم الحلال، وبجد بجد يعني أثق فيهم وبمشي ما بمشي أي محل، لكن في زي محلين كده بيكونوا بثق فيهم شديد وبشتري منهم دائماً. ما يهمنا هو أصبحت الدول الغربية تعير اهتماماً كبيراً لإرضاء كل من يأتي للعيش فيها بكل سلاسة، ولا يحس بفارق بأنه محروم من أشياء تركها وراءه في بلده، وإنهم يحسون الآن باحترام الأديان.
نشكر لكم متابعتكم وتقبلوا تحياتي أنا يوسف عبد الله ببرنامج أنا الشاهد من مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا. إلى اللقاء. التقاعد. لا أدري كيف تشعرون حيال التقاعد. أنا نفسي لدي مواقف متضاربة حيال بلوغ سن يقرر فيه أحدهم أو القانون أن علي أن أتوقف عن العمل، ربما لأننا هرمنا أو تعبنا أو لم نعد قادرين على القيام بواجبنا كما يجب، أو ربما لأنه بات من حقنا أن نرتاح وأن نمضي السنوات والعقود الأخيرة من حياتنا نعيش حياتنا. حسين السعيدي من الجزائر تحدث إلى عدد من المتقاعدين في بلاده وأرسل هذا التقرير عن شعورهم وواقعهم. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. التقاعد تاج على رؤوس الشرفاء وغاية يتسابق إليها الأوفياء. يعيش معنا ويمر بنا في رحلة الحياة أناس كثيرون فيرحلون أو نرحل عنهم، إذ تجرى علينا وعليهم سنن الله في الاجتماع والافتراق، ثم لا يلبث أمر الله في الزمان يفعل فعله في الناس من القائمة رويدا رويدا لتساقط الأسماء والوجوه من الذاكرة حتى لا تبقى إلا العصية على النسيان الذي لا يصحص عليه إلا تجاوز ذواتهم. تقعد أمه الحمد لله أخ مليح موش مليح الشرب والعباس الله يجيب الخير والإثناء هذا ما نعرفش تقول كلك تخدم شي خير ها؟ ما نجمش 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 الكامين نجم ذبية انت بخير من القعد اللي هنا يعني هذا اللي دار تقعد دار حاجة مليحة هو حال من يسلك مسلك بين البيت والمسجد، هي حياة احتاد عليها المسن أو الرجل المتقاعد إن صح التعبير، هي مرحلة يبتعد وينعزل فيها المرء عن المجتمع، فمنهم من يحبث ذلك ومنهم من فرض عليه هذا الأمر وأجبره على التقاعد وفي بعض الأحيان يجره إلى التكاسل. فالوظيفة قطار لابد أن يتوقف يوما ما، وقد يرى البعض أن المتقاعد أصبح قاب قوسين من الموت، وهي الكلمة التي يرفضها من أحاله القانون إلى ذلك، ولا ينعكس الضوء عليه في الوقت الذي يرى نفسه قد أغلقت عليه الأبواب وانعزل عن المجتمع، وسيكون مضطرا طيلة فترته الحياتية المتبقية لخط خطوات محدودة ومعتادة. إيه والله إلا عندك معرفة راك مليح ولا ما عندكش المعرفة راك والتقاعد خرج عليك ولا ما خرجش الحاج؟ شلاهي؟ التقاعد مليح ليك؟ لا الحمد لله هاولا هذه الفايدة تاعتنا هو لا الحمد لله إلا كان مع دراكم مع بكري أنا أقل ما كان والو كان المعيشة مع فرنسا لا والو بصح دراكم الحمد لله كل شيء متوفر الحمد لله راه تبغي يدر وتاكل الهم تاكل الهم درب الحاج بصح كل يطلبوا منك ترجع للخدمه ويستفادوا من الخبره تاعك ترجع ما الجلس هذا انا ترجع معك ما هادو ما يخدموش هذا يحبس يقعد انا بالكرسي ويروح للبوسطه يخلص صح هذا مكان ما يحبش يخدم. يوجد الكثير من المتقاعدين في ذروة النضج والمعرفة والإدراك والفهم الوعي، ويمكن أن يساهموا في ركب الحياة تعليما وتوجيها وإرشادا وإشرافا وإنتاجا واستشارة، لا سيما وأن غير المسلمين لا يتركون فرصة إلا عملوا لها واستفادوا منها. والتقاعد هو بداية حياة جديدة، يشكل التقاعد نقطة تحول هامة في حياة الفرد خصوصا بعد فترة طويلة من ممارسة عمل معين، فالعمل ليس مهما من حيث توفر دخل ثابت لفرد وأسرته فقط، وإنما له دور نفسي هام. فالعاطل عن العمل حتى لو توفر له الدخل المادي المناسب يعاني من عدم الإحساس بالكفاءة وأهميته، وقد يرافق ذلك ازيادا في المشاكل الأسروية داخل وخارج الأسرة. معنا في هذا الروبورتاج أحد المقبلين على تقاعد السيد ضيف بوزيان صاحب 51 سنة يروي لنا أيضا الحياة بين العمل والتقاعد. التقاعد حاجة مليحة الإنسان يكمل وقته والناس يدخلوا الشباب غدوا في مكانهم يخلي مكان تاعه والناس فيها بطالة وفيها 25 بزاف فيها بركة على كل حال الحمد لله واحد يخرج بالسلامة وربي يحفظه. واش تقول الناس اللي يفضلوا العمل بعد التقاعد؟ إن شاء الله يتموا فاني بالاحترام الخدمة تاعهم تكون احترام ويكون والنية صالحة إن شاء الله ما يخدموش
تلعب هاك وكاك. التقاعد يجعل الانسان يعجز عن العمل عن التحرك. لا 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 ما يعجز ما والو، العكس بلا كيزيد يكفض في عنده اعمال اخرى يدبرها، ما تحصيش هي الخدمه اللي يخدمها من بعد. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. الانسان حياتها كلها عطاء، يزداد نموا وانتاجا، وبالشيب يزداد وقرا، وبالكبر يزداد احتراما. فكلما طال عمره ازدادت خبرته واستعبى رايه، وكلما كبر سنه ازداد عملا وجهدا، ومتى وهن عظمه ازداد بذلا وانفاقا. يقضي حياته عزيزا سعيدا، لا تلين له قناه ولا ينكسر له جانب. إذ الإحالة على التقاعد النظامية لا تعتبر إحالة على التقاعد حقيقية، بل هي انتقال من ميدان إلى آخر ومن عمل إلى عمل آخر، ربما يكون أفضل وأجدى، إذ ينطلق من قيود الرسميات ونطاقها الضيق إلى ميدان أرحب وأوسع، إلى مجال الفكر والإبداع، إلى شحذ الهمم وإعمالها إلى مكان التقرير والتنفيذ. فلا يحده قيد أو يمنعه قرار، إلى عمل يجزى عليه جزاء أوفى أو في أفضل من الترقيات والمكافآت، إلى مجتمع راوده يحبونه لله حبا ثابتا لأجل مصلحة دنيوية تزول، إلى عمل تبقى آثاره مدى الدهر إلى سجل الخالدين. وهناك كثير من الدراسات التي ينبغي أن نستفيد منها في هذا المجال، نفيد هذه الفئة ويستفيد منها المجتمع من ورائها كذلك. هناك العديد من الدراسات التي يجب أن نستفيد منها وتستفيد من هذه الفئة، خاصة فئة المتقاعدين. وكما يقول أحد المتقاعدين: يا ليت الشباب يعود يوما فسأخبر بما فعل المشيب. وسيم سعيدي، الجزائر، أنا شاهد BBC العربية. هل تؤمنون بالرقية؟ لعلكم لم تفكروا في الأمر من قبل، لكن كثيرين في الواقع يؤمنون بالرقية الشرعية وبدور لها في شفائهم أو وقايتهم من الأمراض. منهم طبعا من يؤمن بها بشكل مطلق، ومنهم من يلجأ إليها ضمن بعض الشروط. شيماء الفايد من القاهرة في مصر تحدثت إلى أشخاص من الجانبين وأرسلت هذا التقرير. النهاردة هنتكلم عن حلقة خاصة عن الرقية الشرعية. يمكن زمان كنا بنشوف الجدات بترقي الأطفال، بتقول المعوذتين مثلا، وفي بعض الجدات بتجيب زي عروسة ورقة بتبقى مقصوصة وتجيب دبوس تقعد تقول من عين فلان ومن عين علان، وبعد كده تحرق العروسة ديت وتعمل بيها رأس الطفل أو البيبي. لكن دلوقتي هل مع التقدم العلمي في حد بيلجأ للرقية الشرعية والدين بتاعنا وقراءة القرآن الكريم ولا لا؟ ده الكلام اللي هنعرفه إن شاء الله من داخل جامع البنات، ومعاكم شيماء فايد من مصر. حضرتك قول لنا، تعرف إيه عن الرقية الشرعية؟ والله طبعا الإنسان لما يصيب بأي شيء من الأذى طبعا يعني لابد أن يلجأ أولا إلى العلاج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شيء طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا به، التعالج بالطب النبوي الشريف. فطبعا ولا يوجد هناك يعني أقوى من كلام الله سبحانه وتعالى للشفاء من كل الأمراض. فيعني إذا شعر الإنسان بأي ضيق أو بأي شيء يعني مغير في حياته، فعليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متمثلة في الرقية الشرعية. هل حضرتك جربتها تعملها يعني على نفسك الرقية الشرعية أو أي حد من أهل البيت؟ أكيد طبعا، يعني يمكن أنا يعني مواقف كتير في حياتي كانت يعني أصابتني، وأول ما لجأت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الرقية الشرعية. طبعا لها فوائد عظيمة جدا، ولكن يعني الشرط اللي أنا نسيت أقوله لحضرتك دلوقتي أن تكون يعني ألا يعتقد المرقي في الرقية أو الراقي بذاتها، أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون يعني الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، الله سبحانه وتعالى هو الشافي، ولكن الرقية كسبت. فأنا جربتها في حياتي وجربتها مع أخواتي وجربتها مع برضو أقارب ليا،
فكانت لها فائدة عظيمة جدا وكان لها نفع كبير جدا في الحياة. انت رأيت نفسك قبل كده او اي حد من اهل البيت؟ اه رأيت اهل البيت لحياة. شايف ان ليها فوائد يعني لما رأيت الطفل الصغير اللي عندك ده؟ ايه شعر بايه او حس بايه بعد كده؟ بتسبب الراحة طبعا. يعني هي بتسبب الراحة النفسية اللي هو لما بتذكر كلام ربنا او طبعا. اي ايات من القرآن الكريم ان هو بعد كده بتحس ان هو ارتاح شوية او بتهذب من نفسه شوية. الانسان لما يكون صلته بربنا عالية فاكيد هيبقى يعني ربنا هيكون معاه ومساعدة في كل شيء. هل حضرتك جربت ان انت ترقي نفسك او اي حد من اهل البيت؟ لا هو حضرتك انا احيانا يعني انا ما جربتش الرقي، لكني انا احيانا في حالات بستخدم يعني بقرا الفاتحه ثلاث مرات واشير على مكان المكان اللي انا يعني ايه بتعلم منه او المكان اللي انا عاوز يشفى قد يمكن بفضل الله تعالى يعني بيحصل ان يبقى فيه. يعني شايف حضرتك ان ليها فوائد لما بتقرا سوره الفاتحه ان في توفيق من عند ربنا او المكان اللي فيه الم او كده سوره ياسين. سوره ياسين اثناء ما اقراها برضه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث بمعنى ياسين لما قرات لها ياسين لما قرات كل ما يكون الانسان عنده قرب اصل الانسان يعني بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اللي في يده الاسباب بيده هو الاسباب كن فيكون فهذا الامر يعني لكن هو ده الامر يعني ما يمنعش ان الانسان ياخذ بالعلاج يعني ياخذ بالعلم. الامر اللي يؤكد هذا الموضوع وهو ان الشفاء من عند الله عز وجل ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لدغ ايضا ذات يوم مره اخرى في يده ثم رقى فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية في أثناء صلاة كانت صلاة عصر أو ظهر على اختلاف الروايات ثم أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه وبعدما أفاق صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاني الله عز وجل وليس برقيتكم إنما هي سبب. فيلم يتحدث عن الإلحاد والملحدين في الغرب خبر عادي ولا يثير ربما نقاشا سوى نقاش عن القيمة الفنية والنص والإخراج المتعلقين بهذا الفيلم. ولكن فيلم مشابه في العالم العربي عن الإلحاد والملحدين هذا أمر مقلق برأي كثيرين ويثير ربما ردود أفعال قوية. هذا ما واجه العاملين على فيلم الملحد في مصر ومخرجه أيضا نادر سيف الدين وهو معنا الآن عبر الإنترنت من القاهرة. نادر أهلا وسهلا بك. الفيلم بدأ عرضه قبل أسبوع تقريبا، ما قصة هذا الفيلم؟ هي قصة، أنا قلت الموضوع قبل كده، القصة عموما بتدور حوالين ابن داعية إسلامي، شاب ابن داعية إسلامي بيلحد بأسباب شخصية جدا. هو ألحد بسبب أنه كره كل ما مثله الأب اللي هو الداعية الإسلامي من تشدد أو من حاجات هو شاف أنه هو بيدعيها، فكره الفكرة اللي بيمثلها الأب أو كره كل ما بيمثله الأب ومنه الإسلام أن ده شيخ، ف كره الموضوع كله، حس ان الموضوع عبارة عن فيك او موضوع كذبة، فكره الموضوع واتجه للإلحاد. فانا ببحث الموضوع في الفيلم هو عبارة عن رحلة الشاب ده، هل ربنا موجود او مش موجود. الموضوع في الفيلم عندي مش بيناقش كل انواع الإلحاد او مش بيناقش الإلحاد بشكل عام، هو بيناقش فئة معينة من الناس اللي ألحدت في فترة ما بعد الثورة من 2011 حتى الآن، الموجة الكبيرة اللي تطرفت في الفكر من بعد ظهور التيار متشدد نوعا ما من التيارات الإسلامية، من نوع الخطاب الجاف او نوع الخطاب القاسي جدا او المغرور اللي فيه نوع من
نوع من القسوة والجهل إلى حد كبير كمان والسخرية، فده خلى نوع أنواع كتير من الشباب أو عدد كبير جدا من الشباب يتجهوا لفكرة الإلحاد. نادر، برأي كثيرون قالوا إن مشكلة الفيلم الرئيسية أنه يدعو للإلحاد، وكأن الرد على ما تتحدث عنه أنت هو أن يلحد المرأة كنوع من الرفض لما للحالة التي لا 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 خالص تتحدث لا عنها. خالص الموضوع مش كده، الموضوع مش كده تماما. في شباب، احنا مش هننكر ده، في شباب كتير الحادث بسبب التيار ده او بسبب بسبب الخطابات اللي طلعت الفترة اللي فاتت، وكان في موجة في الفترة اللي فاتت، موجة إلحاد. هي مجرد موجة، مش حاجة يعني، مش ظاهرة غير ان هي موجة. الإلحاد موجود من فترات طويلة في مصر، وفي ملحدين بقالهم فترة طويلة موجودين، بس الكثافة العددية اللي ظهرت الفترة اللي فاتت ظهرت ما بين 2011 و2013. دي الأعداد الضخمة اللي رصدت الفترة اللي فاتت، فأعتقد إن كان نسبة كبيرة منها بسبب التيارات ده. وأنا شخصيا أعرف ناس، بعض أصدقائي الفترة اللي فاتت أنا شفت إن هم اتجهوا للفكرة دي، حتى لو ما أعلنوش إن هم كانوا ألحدوا، بس الاتجاه العام لأفكارهم بقى متجه نحو الإلحاد بسبب الخطاب أو التمرد نوعا ما. بس نادر، نادر لو سمحت، هناك مشكلة فيما تقول. الإلحاد أو الإيمان ليست أمور بسيطة، ليست قميص أغيره والله الموضة خلصت فألبس قميص جديد يناسب عام 2014، ولا يمكن أن يكون رد فعل يعني ببساطة. لا، هو فعلا دي حقيقة، ان الموضوع مش سهل ان انت تغير فجأة افكارك او معتقداتك، بس مفيش حد يقدر ينكر، او مفيش انسان يقدر ينكر انه بيجي عليه لحظة من اللحظات بيسأل هل ربنا موجود ولا مش موجود. هنا اعتقد ان الانسان بيقعد فترة بيفكر، لكن الثوابت او العقائد اللي تربى عليها هي اللي بتحسم امره، سواء كان لو كان تربى تربية أو نشأ على نشأة دينية صحيحة، فهم منها سماحة الدين اللي بيمثله أو اللي بيعتقده، أعتقد إنه هيلاقي الإجابة بسهولة، أو على الأقل هيبقى عنده نوعا ما مصداقية مع نفسه إن هو يعني يعرف هو الأسئلة اللي بتجيله دي هل هي أسئلة منطقية أو إن هي مش منطقية، فيقدر يحدد بعد كده. لكن في ناس ما عندهاش الثوابت دي، في ناس دماغها بتتجه كل فترة والتانية لمواد مختلفة، ما عندهاش يعني، في ناس ما بيبقاش عندها ثابت فكري يعني، أو ما عندهاش قيم معينة ثابتة عليها. حسنا، ولكن ما رأيك بمن يقولون أن الهدف الرئيسي من هذا الفيلم كانت الإثارة فقط؟ يعني أنت سميت الفيلم الملحد، هذا بحد ذاته ربما يكون مثيرا. هناك جمل في الواقع قد يعتبرها كثيرون أنه فيها الكثير من الإساءة، أو على الأقل فيها الإثارة. هناك جملة في الواقع تذكر كثيرا في وسائل الإعلام يقول فيها البطل: أنا ملحد، النظام الإلهي ليس فيه أي مصداقية ولا عدل ولا رحمة، أين الإله الذي تتحدثون عنه، أو أين هذا الله؟ وجمل أخرى يعني، وخصوصا أنه البطل في الفيلم هو ابن داعية إسلامي، أظن يصفه الفيلم بأنه متشدد، أو يوحي الفيلم بأنه متشدد. هذه كلها وصفة للإثارة، وربما لا تكون وصفة لمناقشة عميقة لفكرة الرحلة من الإيمان إلى الإلحاد أو بالعكس. تمام. بص، هو الموضوع مش إثارة فقط، هو أكيد لازم يكون فيه نوع من الإثارة، عشان إحنا في مجتمعنا هنا ناس كتير ما تعرفش يعني إيه الإلحاد. والجمل اللي أنت ذكرتها من شوية دي جمل حقيقية، أنا يعني نقلتها كده في الفيلم عن ناس ملحدين ليهم فيديوهات مشهورة على اليوتيوب، والكلام ده دي أسئلة فعلا هم طرحوها، والفيديوهات دي مشهورة جدا وشافها عدد كبير جدا من الناس. يعني الكلام ده أنا مش جايبه من عندي، الكلام ده موجود فعلا واتقال على لسان ملحدين سواء عايشين في بره مصر أو عايشين في مصر، الكلام ده موجود فعلا وأنا قايله على لسانهم. ويمكن اللي خلاني احط الجمل دي بعض الشيوخ من الازهر اصروا ان انا احطها وارد عليها في الفيلم. انا الفيلم بالنسبه لي مش ان انا عايز اعمل اثاره بين الالحاد وبين الاسلام، انا شايف، انا كمسلم شفت ان القضيه دي لازم تتناقش، وشفت كمان ان في شيوخ كتير بترفض ان هي تناقش الفكره، وشايف ان الموضوع لازم حد يتناوله بقى. انا شايف ان الفيلم بتاعي مجرد صرخه او مجرد نداء ان لازم يا جماعه يبقى في نقاشات ما بيننا وما بينهم، لازم يكون في حاجه، في يعني ابحاث علميه، لازم يكون في علماء بيطلعوا يتكلموا بشكل مبسط وجميل. طيب، ولكن يا نادر، ردود افعال رجال الدين خصوصا على الفيلم ربما كانت مفاجئه، يعني هناك نوع من ترحيب
من كثير من رجال الدين، أليس كذلك؟ مسيحيين ومسلمين. بالضبط، فعلا دي حقيقة. أنا كراجل مسلم عارف عقيدتي كويس جدا، وعارف ما تمثله من سماحة وما تمثله من رحمة ومن أفكار، وعقيدتي أصلا يعني بتأمرني بالبحث العلمي والقراية وبالمعرفة. أنا أخاف ليه أواجه حد مش مقتنع بيها؟ أنا مؤمن بيها، مقتنع بيها، خايف منه ليه؟ خايف من كلامه ليه؟ خايف يأثر عليا يعني؟ يبقى انا ما عندي، يبقى انا مش مؤمن اصلا بديني. لو انا خايف من مجرد مناقشه بسيطه او مجرد الكلام معاه ان هو هيخسرني ديني، لا، يبقى انا في عندي مشكله، يبقى انا شخصيا عندي مشكله. انا شايف ان التحور عموما ما فيهوش مشكله خالص، حتى لو الملحد ده نفسه ما رجعش تاني، انا مش خسران حاجه يعني، هو اللي هيتحاسب في النهايه. انا ليه يعني شايل فوق دماغي ان الملحدين دول يا اما يموتوا يا اما يرجعوا؟ لا، هو ربنا. بس ملفت يعني، المفردات التي تستخدمها نادر ملفتة. يعني انت تقول مثلا الملحدين دول، تقول هو حيتحاسب، وكانك الان تخبر الملحد الذي يتابع هذه المقابله، تخبره انه يا مسكين حسابك سيكون عسيرا في النهايه. لا، انا كراجل يعني انت وكانه هناك موقف مسبق تجاه قضيه الفيلم. لا، انا اكيد انا كراجل مسلم، اكيد انا عارف، انا ديني، انا عارف مؤمن بربنا، وفي كل الاحوال انا شايف ان هو على غلط. يعني هو غلط زي ما هو بيوجه لي الكلام، بيقول لي انت مؤمن بخرافه، فالطبيعي يعني انا مؤمن، او يعني بعتقد ان هو كمان يعني موهوم، فيعني طبيعي ان انا هوجه له الكلام ده. طبيعي جدا يعني، انا قلت من البدايه انا عامل الفيلم من وجهه نظري انا كشاب مسلم، وبدأت الجميع لمناقشات موضوعية بعيدا عن الفيلم، سواء الفيلم عجب الناس أو ما عجبش الناس، اعتبره يعني أنا بعتبره عموما هو زي بداية لانطلاقة أو فكر جديد هيطلع الفترة الجاية، ويمكن أنا كمان يعني الفترة الجاية ممكن يكون لي عمل أو أكتر تسجيلي برصد فيه حاجات أنا ما قدرتش أتناولها في الفيلم، لأن كان هتبقى صعب على الرقابة أو صعب على المجتمع أنه يتقبلها، وحاجات فعلا انا شفت ان هي هتبقى صعب الفتره دي ان هي تتضاف، فممكن تتعمل كشكل يعني كشكل علمي او كنقاش علمي بعيدا عن الدراما، يبقى فيلم وثائقي او فيلم تسجيلي اقدر اقول فيه الحاجات فعلا ان انا كان نفسي اقولها وما عرفتش اقولها. نادر، ذكرت الرقابه، موقف الرقابه كان مفاجئا صحيح؟ هو الى حد كبير فعلا كان مفاجاه بالنسبه لي، لان انا زي ما انت ذكرت جمل من شويه، انا الجمل دي كنت متخوف ان هي تتشال، بس يعني اتفاجئت ان هم متفاهمين الموضوع جدا ومرحبين بيه جدا، ويعني على عكس ما كان بيتقال ان الرقابه بترفض اي شيء جديد او بترفض اي حاجه، لا، هم شافوا ان الفيلم يعني مش هيجرح الناس او مش هيعمل بلبله بشكل عام، الفيلم بيطرح قضيه بشكل بسيط وموضوعي، هتكون بدايه ان الناس حتى تتقبل فكره ان في الحاد، وفي فكره ان هم ممكن يتناقشوا معاهم، وان رجال الدين يبتدوا ان هم ياخدوا مواقف الى حد ما ايجابيه شويه في الموضوع، ويناقشوه مناقشه ايجابيه بدون تعصب وبدون هجوم اهوج. لا يعني نادر، الرقابه فاجاتك، رجال الدين فاجاوك بموقفهم، الكل يبدو يعني متقبل ربما للموضوع نوعا ما، حتى هناك بين النخبه الفنيه او النخب الناقده ربما عاده للفيلم كان هناك ترحيب بالفكره على الاقل من هذا الفيلم. النقد الرئيسي أو ربما الانتقاد الرئيسي لك وللعاملين على الفيلم وللفيلم جاء من الناس العاديين، وربما هؤلاء من كنت تحاول أن تخاطبهم وتتحدث إليهم أساسا. بالضبط، فعلا هو دي الفئة اللي أنا بحاول أوصل لها، أن لا يعني في، أنا عايز أوصل لهم فعلا في ملحدين في المجتمع وبشكل رهيب وبيزيدوا كل يوم، يعني الموضوع مش بسيط جدا زي ما الناس متخيلة، وان هم مش فئه، لا ده حتى وسط الناس البسيطه دي في ناس بتلحد لظروف ماديه واجتماعيه، وفي ناس يعني بتفقد يعني الرغبه في الحياه، فالالحاد ليه اسباب كتير جدا، وانا اعتقد ان في مصر عموما بقى اسبابه الاكثر نفسيه واجتماعيه، مش حاجه مش دينيه، دي وجهه نظري من الناس اللي انا اتعاملت معاها وشفتها. ما الذي تقصده نادر؟ يعني في ناس الحدت بسبب مواقف سلبية أو مواقف مغالطة لشيوخ كانوا بيحبوهم، وده أنا فعلا دي حقيقة بقى أنا شفتها يعني من بعض الشباب المنتمي للتيارات الإسلامية المتشددة، بعد سقوط بعض الأقنعة شافوا أن الشيوخ دي كانت بتزرعهم، فنفروا من فكرة الدين، زي ما أنا كنت قايل في الفيلم أن الشيخ، أنا بحاول أوصل فكرة أن الشيخ عموما مش يعني مش نبي، مش بيغلط، لا ده انسان يعني بيغلط زي كل البشر، وممكن الغلطات بتاعته دي تبقى كبيره، بس
يعني لو هو اتعامل مع نفسه او حاول يوصل للناس فكره ان انا ما بغلطش، الغلط بتاعه بيبقى كبير جدا وبيعمل صدمه للناس. لكن انا لما بتعامل مع الشيخ على انه انسان ممكن يغلط وله ما له وعليه ما عليه، اكيد انا هتقبل فكره انه لما يغلط ان انا ما اعممش الغلط بتاعه على الاسلام او ارميه على الحاجه اللي هو بيدعو ليها، لان ده غلط. انا لما بربط الاسلام او بربط المسيحيه برجال الدين اللي بيمثلوها، فده بالتاكيد بيبقى فيه غلط، لان الشخص نفسه ممكن يغلط. نادر سيف الدين، شكرا جزيلا لك. العفو يا فندم. قبل أن أودعكم، لعلكم تذكرون التقرير الذي وصلنا من الإسكندرية في مصر قبل نحو أسبوعين، والذي يتحدث عن الحديقة الفرنسية والإهمال الذي تتعرض له والتدهور الكبير في حالها. ذلك التقرير كان أرسله عادل عبد القادر الذي يسمي نفسه أبو حميد الإسكندراني، والذي أراد الآن أن يحدثنا عن أثر تقريره ذاك، فأرسل التالي. اللي احنا شايفينه ده عبارة عن وجود جميلة اللي بتقوم بيها محافظة اسكندرية وهيئة وإدارة الجمرك وإدارة الحدائق المركزية، بعد ما كانت وصلت حدائقنا الجميلة إلى حالة بصراحة حزينة، قامت المحافظة وهيئة الحدائق بعمل تجديد تجميل لحدائقنا في منطقة ميدان المنشية، وشكرا جزيلا لكل من يساهم في المحافظة على الجمال والخضرة فيكي يا اسكندرية. يا ماريا وترابك زعفران. شكرا لك أنت أبو حميدو على هذا التقرير. انتهى الوقت المخصص لهذا الأسبوع. بإمكانكم أنتم طبعا كالعادة المشاركة بأفكاركم ومقترحاتكم أو تعليقاتكم، وتفاصيل الوصول إلينا لا زالت هي ذاتها، shahid@bbc.co.uk، هذا هو عنواننا الإلكتروني، أو تواصلوا عبر فيسبوك facebook.com/bbcarabicshahid، أو عبر تويتر bbcshahid. لكم مني لؤي إسماعيل ومن جميع العاملين هنا أطيب التحيات. إلى اللقاء.